بسم الله بلهمنا روح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركته على ارواحنا جميعا امين. كل سنه طيبين. ما زلنا السؤال اللي بنساله ربنا، ليه يا ربي انت تعمل كده؟ قصدك يا ربي ايه من قفله الكنائس وحرماننا من جسدك ودمك ومن الخدمه؟ ولكن ما زال ربنا بيقول لست تعلم ما انا فاعل الان، ولكنك سوف تعلم فيما بعد. كان القصة دي ابتدت من أيام آدم وحواء لما سقطوا في الخطية، وبعدين قام آدم لما سقط في الخطية هو وحواء قاموا ستروا نفسهم بورق التين. وبعدين ربنا سأل آدم، أين آدم؟ أين أنت يا آدم؟ آدم قال له يا ربي أنا مستخبي. قال له ليه مستخبي؟ أنت أكلت من الشجر ولا إيه؟ قال له أنا عريان. قال له ليه طيب أكلت من الشجرة؟ قال له المرأة اللي أنت اديتهاني هي أدتني. قال له أنا معرفش كلام زي كده، أنا قلت لك يوما ما تأكل من الشجرة موتا تموت. وبعدين لقاهم ربنا مغطيين نفسهم بورق التين، فقام ربنا عمل حاجة عجيبة كده، إنه جاب ذبيحة وذبحها، وبعدين أخذ الجلد وغطاهم بجلد الذبيحة دي، جاب خروف مثلا وشال منهم ورق التين. فسأل آدم ربنا، ليه يا رب شلت منينا ورق التين وغطيتنا بجلد الحيوان؟ فربنا قال لآدم، لست تعلم ما أنا فعل الآن، لكن سوف تعلم فيما بعد. وعدت أجيال كثيرة جدا، وآدم مات وبنيه وكله نزل إلى الجحيم. وبيقي السؤال لكل الأجيال، ليه يا رب غطيت آدم بجلد الحيوان بدل ورق التين؟ لحد ما تيجي الأيام كلها وتعدي، ويتجسد المسيح ويولد ويصلب ويموت ويقوم وينزل إلى الجحيم، ويخلص آدم وبنيه من الجحيم ويديهم من الفردوس. أتاري ربنا غطاهم بجلد الحيوان، لأنه عايز يقول لهم الخطية بتاعتكم دي لا يكفر عنها بورق التين، ولكن لازم يكفر عنها بالدم. لازم يجي خروف والخروف يتذبح، ولما الخروف يتذبح يكون هو الكفارة عن الخطية بتاعتكم. وجاء المسيح هو الكفارة بتاعتنا، وجاءت هنا كلمة كفر من كفارة، وغطاهم بدمه ووداهم إلى الفردوس. وهنا عرف آدم ليه ربنا غطاه بجلد الحيوان بدل ورق التين، لأن ورق التين يمثل التجمل أو المصهرية أو الرياء، ولكن ده كله لم يغطي الخطية. ولكن اللي يغطي الخطية لازم في خروف يجي، وكان الخروف المذبوح هو المسيح، عشان كده غطاهم بجلد الحيوان. هنا عرف آدم يعني ليه يا رب غطيتنا بجلد الحيوان بدل ورق التين. برضو بعد مرات الواحد يصلي والاستجابة تتأخر، عمالين نصلي نقول يا رب افتح الكنيسة لكن ما فيش استجابة، يا رب عايزين نتناول ما فيش استجابة. ليه رب بتعمل كده؟ يقول أنت لا تعلم ماذا أفعل الآن، ولكنك سوف تعلم فيما بعد. أبونا إبراهيم زيه زي أي راجل عايز يجيب عيال، هو يعني فرعان شبابه، عشان يفرح بيهم ويفرحوا بيه. وبعدين ربنا وعده وقال له يا آدم أنا حديك عيال كنجوم السماء في العدد ورمل الذي على شاطئ البحر في العدد. فرح طبعا إبراهيم كثير جدا، ويجي بالليل كده نايم في الصحراء وبص كده للسماء يقول يا الله ده ربنا وعدني بأنه يديني عيال زي نجوم السماء. ويجي بالنهار كده هو ماشي في الصحراء يقول ربنا وعدني أنه يديني عيال زي الرمل ده في العدد. لكن تمر الأيام والسنين، 10 و20 و30 و90 سنة، إبراهيم ربنا مش بيديله عيال خالص. وبعدين يصل لإبراهيم، إبراهيم ليه يا رب ليه وعدتني بأنك تديني عيل وأنت مش بتديني؟ 90 سنة لحد دلوقتي، كم من أول يا رب ما وعدتنيش ولا حاجة؟ أنا بقالي 90 سنة ما عنديش عيل. فربنا قال له لست تعلم ما أنا فعل الآن، لكن سوف تعلم فيما بعد. أنا حديلك
بس حدي لك في الوقت المناسب. إبراهيم يقول له الوقت المناسب يعني إيه يا رب؟ يعني تديني عيل أنا عمري 90 سنة، بدل ما يقول لي يا بابا يقول لي يا جدو. فربنا قال له لا استنى شوية. وبعدين جاء له ربنا زيارة، تجسد الرب وجاء لإبراهيم زيارة مع ملكين، وبعدين قال لإبراهيم إبراهيم نحو هذا الزمان من السنة الجاية أنت حيكون لك ابن. وبعدين طبعا يعني سارة كانت ورا الخيمة وسمعت الكلام ده وقامت ضحكت. فقام إبراهيم سأل سارة قال لها أنت بتضحكي ليه؟ قالت له كلام بالمنطق غير معقول وكلام بالعقل غير معقول، إزاي السنة الجاية نجيب عيال؟ ده أنت راجل خرفت وبقيت شيخ كبير وعجزت ومش ممكن تجيب عيال، وأنا ست عجزت وانقطعت مني عادة النساء وأنا مش ممكن أجيب عيال، بالمنطق كده مش ممكن نجيب عيال أبدا. ولكن إبراهيم كان عنده الإيمان، قال لها بالمنطق والعقل مش ممكن نجيب عيال، لكن بالإيمان حنجيب عيال. وهنا طبعا يعني إبراهيم كان عنده إيمان. وكمان بولس الرسول يا أحبائي قال على سارة إنه مستودع سارة كان قبرا ولكن هذا القبر طلع حياة. يعني مستودع سارة ما ينفعش يطلع عيل، لكن طلع عيل وحيطلع عيل ويجيب حياة. أصل ربنا بعدين أداهم طبعا العيل بعد 100 سنة، كان إبراهيم عمره 100 سنة وسارة كانت عمرها 90 سنة. لكن ليه يا ربي أنت عملت كده؟ أصل ربنا قصده يدخلهم في تجربة أصعب من كده. لما يديهم إسحاق وبعدين يقول لإبراهيم يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك حبيبك قدموا لي محرقة، يعني 3 كلمات أصعب من الثانية، تحسوا كده زي بغيظوا كده، ابنك وحبيبك وحيدك قدموا لي على المذبح محرقة. وبعدين طبعا إبراهيم بهذا الإيمان يعني يقوم بدري ويودي يشيل إسحاق ومعاه الحطب ومعاه السكينة ويمشي للجبل من غير ما تشعر سارة أحسن تمنعه، وبعدين يوضي بالمذبح ويحط إسحاق على المذبح. وإسحاق يقول له يا أبويا دي السكينة وده الحطب وده المذبح، فين المحرقة؟ فقال له أنت المحرقة يا ابني. فقال له أتذبحني يا أبي؟ قال له ما تخافش ما تخافش يا إسحاق، أنا عندي إيمان، زي ما طلعت من قبر من مستودع أمك قبر وكنت حي من هذا المستودع، أنا عندي إيمان حتى لو مت ودخلت القبر حتقوم تاني. بهذا الإيمان رفع إبراهيم السكينة على إسحاق. لكن قل لي بأي قلب إنه إبراهيم يرفع سكينة على ابنه؟ لكن كان عنده إيمان قوي، حتى لو مات إسحاق سوف يقوم مرة أخرى. فأتاري ربنا كان أخر الاستجابة دي، لأنه لو ربنا أداهم عيال في ريعان شبابهم أولا ما كانوش قدروا على هذه التجربة ولا كانوا يصمتوا على هذه التجربة، ثانيا إنه ربنا أخر الاستجابة لأنه ربنا عايز يخلي إسحاق شبهه. إزاي شبهه؟ لأنه إسحاق هو الابن الوحيد لأبوه والمسيح هو الابن الوحيد للأب، إسحاق هو الابن المحبوب فالمسيح هو أيضا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، إسحاق أيضا أطاع حتى الموت والمسيح أطاع حتى الموت، إسحاق حمل الحطب المسيح حمل الصليب، إسحاق رجع حيا المسيح قام من بين الأموات. إذن ربنا أخر الاستجابة عشان يخلي إسحاق شبهه. وهنا عرف إبراهيم لست تعلم ما أنا فاعل الآن لكنك سوف تعلم فيما بعد. لما نيجي مثلا ناخد قصة يوسف الصديق، في واحد ممكن ربنا يديله تجارب وراء بعض وراء بعض وهو إنسان كويس، وبعدين يسأل ربنا يقول له رب ليه بتعمل فيا كده؟ فربنا يجاوب يقول له يا حبيبي لست تعلم ما أنا فاعل الآن لكن سوف تعلم فيما بعد. أنتوا عارفين قصة يوسف؟ يوسف طبعا راجل يعني بيحب ربنا وبيحب أخواته، وحب أبوه أنه يفرحه علشان أمه ماتت وهو عيل صغير، يفرحه إزاي؟ أنه يجيب له قميص ملون من دون أخواته. طبعا دي مش حكمة من يعقوب أنه يميز يوسف عن بقية أخواته، وطبعا يعني أخواته اتغاظوا منه بسبب هذا القميص
كانوا عايزين يموتوه وكانوا عايزين يعني ايه ينتقموا منه. وزادوا غطى بانه يوسف حلم حلمه بما معناها انه اخواته وامه وابوه يسجدوا له. طبعا هو من غير حكمه مشى يوسف حكى الحكايه دي لاخواته، فقالوا له يعني احنا هنيجي نسجد لك ولا ايه؟ زاد الكراهيه. مفروض طبعا مش مفروض يحكي الحكايه، انما تمر الايام وبعدين يعقوب يقول ليوسف يا يوسف روح افتقد اخواتك في البريه عشان تودي لهم اكل وميه. هو لو ما كانش بيحبهم ما كانش مشى، لكن اخذ الاكل والميه ومشى يفتش عليهم ما لقاهمش. لو بيكرههم كان رجع لابوه تاني يقول له بابا انا ما لقيتهمش، لكن هو اصر انه يمشي لهم ويفتش عليهم ويديهم الاكل. وفعلا راح فتش عليهم لحد ما لقاهم من بعيد شافوه وبعدين تآمروا عليه وقال هذا هو صاحب الأحلام وصاحب القميص الملون هلما نقتله. مسكوه كانوا عايزين يقتلوه ولكن حنوا عليه قالوا لا احنا نأدبه بس نرميه في البير ونمشي مشوار ونيجي ناخده تاني. وفعلا رموه في البير ومشوا مشوار ورجعوا تاني لقوه مفيش. ايه اللي حصل؟ جو ناس لقوه في البير بيصرخ، شدوا له حبل اطلع اطلع، طلعوه وقاموا باعوه من بيع البيع من بيع البيع لحد ما وصل مصر. في مصر اشتغل خدام في بيت فوطيفار وكان امين جدا في البيت ده. ويوسف يسال يا ابويا ليه يا رب بتعمل كده؟ ده انا بحب اخواتي، يعني عشان قميص ملون يعملوا فيا كده ولا عشان حلمه حلمتها ليهم يعملوا فيا كده؟ ليه يا ربي يعني بتعمل فيا كده؟ ويكون امين في بيت فوطيفار ويشتغل امين هناك في بيت فوطيفار، ولكن تزيد وتغطي ان امرأة فوطيفار تلفق له تهمة تودي السجن، تهمة باطلة. عارفين قاعد في السجن كم سنة؟ 20 سنة في السجن. ولما قاعد 20 سنة في السجن وبعدين مظلوم وبيسأل ربنا يا رب ده انا كنت امين في بيت فوطيفار يا رب وبخدم كويس، عشان انا امين اترمي في السجن 20 سنة؟ ربنا يقول له انت مش عارف انا بعمل كده ليه، لكن سوف تعلم فيما بعد. وبعدين يمشي السجن والسجن معاه 2 رئيس السقاة ورئيس الخبازين. وبعدين كان ربنا مديله موهبة تفسير الاحلام، الاثنين حلم وحلم. وبعدين فسر لهم الحلم، قال لواحد فيهم انت هتطلع وترجع لشغلك تاني، وقال للتاني لا انت هتموت وتتعدم. بس قال للي انت هتطلع وهترجع شغلك تاني قال له من فضلك لما ترجع افتكرني قدام الملك وقول لهم في واحد مظلوم مرمي 20 سنة في السجن، يعني شوفوه ترأفوا عليه. الرجل طلع وفرح جدا بانه ما تعدمش، للأسف نسى يوسف خالص. ويوسف يوم 2 و3 يعني يبص لباب السجن انه يتفتح عشان يقولوا له براءة، فيش حد بيفتح باب السجن يقولوا له تعال. وبعدين ربنا يسأل ليه يا ربي حتى الراجل اللي قلت له افتكرني ما افتكرنيش؟ وهنا ربنا يرجع تاني يقول له لست تعلم ما أنا فاعل الآن. تمر الأيام وفرعون يحلم حلم وينادي كل المفسرين تعالوا يعني يفسروا الحلم، ما فيش حد بيفسر الحلم. وبعدين قام الراجل اللي طلع وفسر له الحلم افتكر يوسف اللي في السجن انه فسر له الحلم، والراجل شاطر في تفسير الاحلام. قام قال للملك ده في واحد راجل نسيته خالص اسمه يوسف في السجن ده بيفسر الاحلام، طب الحقوا جيبوا يوسف. ويوسف طبعا قاعد في السجن 20 سنة، جلابيته مقطعه، دقنه مش عارف طويل، مش مستحمي، يلا يا هتقابل الملك. دخلوه الحمام حلقوا له ذقنه، لبسوه هندكوه هتقابل الملك. الملك حكى الحلم ليوسف. يوسف قال له هيتحصل الآتي، الحلمة دي معناها هيجي 7 سنين شبع في البلد، كل البلد هتشبع لما يفيض منها الأكل، لكن ورا ال7 سنين دي هتيجي 7 سنين تاني جوع، الناس كلها هتجوع. فالملك قال له طيب يا يوسف نعمل ايه؟ أداله خطة محكمة، قال له ال7 سنين بتاعة الشبع دي نجبر الفلاحين بانهم لازم يجيبوا قمح ونحطه في المخازن ونبني مخازن كثير جدا،
وفعلا بنوا مخازن وبالعصايا، اللي ما يجيبش القمح بالعصايا، وملوا كل المخازن قمح. لما جات 7 سنين بتاعت الجوع طلعوا في المخازن والناس ايه شبعت واكلت ونجت من الموت، وسموا يوسف ايه صفنات فعنيج، يعني مخلص العالم. كان عندنا مرة واحد كاهن، الكاهن ده قال لنا انتوا عارفين ربنا بيلعب معانا لعبة الاتاري؟ اتاري؟ اتاري دي ايامنا احنا في زماننا، يعني دلوقتي دخل الاكس بوكس والكلام ده، لكن ايه لعبة الاتاري؟ قال كان في واحد اسمه يوسف وحكى الحكاية، واخوانه رموه في البير واتظلم ومش عارف ايه، وبعدين دخل السجن. اتاري ربنا دخله السجن 20 سنة علشان يبقى الرجل الثاني في ارض مصر، والناس تمشي وتركع له وتقول له يا يوسف يا يوسف، وينقذ العالم كله من المجاعة، وينقذ يعقوب اخوه ابوه وكل اخوانه. فاحنا يا احبائي كل يوم ربنا بيلعب معانا لعبة الاتاري دي كل يوم، ولكن احنا مش عارفين ربنا بيعمل معانا كده ليه. يمكن لما نطلع في السماء نقول اتاري سنة 2020 حصل معانا كده والكنائس اتقفلت، اتاري ربنا كان قصده ان هو يرجع الناس لي مرة تانية. قصة يعقوب ابوه، يعقوب طبعا ده كان رجل مخادع وملاوع وكذاب وغشاش، وبعدين يعني اخذ البكورية من عيسو، وبعدين عيسو جرى وراه عايز يموته، امه قالت له روح عند لبان. تدور الايام ان عيسو يجري وراء يعقوب حموتك يعني حموتك، فخاف يعقوب، وبعدين سرح العيال وسرح مراتاته وقال لهم سيبوني انا وربنا، فقال له ربنا اجيني من يد عيسو وانا هرجع لك وابقى كويس خالص. وفعلا نجاه من يد عيسو وتحاببوا وتحاضنوا وتصالحوا وكله تمام. لكن من اليوم ده هلت عليه التجارب والالام. اولا حصل له ايه؟ حصل ليعقوب ايه؟ راحيل زوجته المحبوبة ماتت. ثانيا يوسف اللي بيحبه جو اولاده قالوا له يوسف ابنك مات. ثالثا قعد يبكي 20 سنة عليه لما عينه تعمت، بقى اعمى من البكاء، ما فيش عيل من العيال حن على ابوه قال له معلش يا بابا ما تبكيش احنا بنضحك عليك او بنغشك. ذاته غطى بانه جات مجاعة عظيمة جدا في البلد، وكاد انه يموت وعياله يموت واحفاده يموتوا، وبعتهم مصر عشان يجيبوا الاكل لانه قال لهم في مصر في اكل. وذاته غطى لما مشوا اخوانه اولاده يجيبوا الاكل قالوا له الراجل المسؤول من القمح قال لازم بنيامين يجي، فبكى قال لهم اعدمتمون العيال، يوسف راح ودلوقتي كمان جايين تاخدوا بنيامين مني. لكن اتاري ربنا عمل ده كله علشان يجيله اسعد خبر في حياته، يجي ليعقوب ابنك يوسف حي، مش بنيامين حي، لا ابنك يوسف حي. بقى يعقوب منطط من الفرحة وقلبه وجع، يعني جرب يقف من الفرحة، اشوف يوسف بس واموت، اشوف يوسف واموت. وفعلا اخذوه يوسف، حاول ياخذ اجازة من الملك عشان يجيب ابوه. الملك قال له مش ممكن تاخذ اجازة، انت لو طلعت من مصر مصر دي هتبوظ. فقال له لا هو يجي لوحده، وفعلا جابوه عياله واخذ يوسف بالحضن وقال له حبيبي يا يوسف اتاري ربنا عمل ده كله علشان تكون رئيس على ارض مصر. قال له تعال يعني اعرفك على فرعون. تخيل فرعون اعظم ملك ساعتها في العالم كله ينحني امام يعقوب ويقول له ده ابنك خلص العالم كله. لكن عشان اعظم ملك ينحني ليعقوب الغلبان الفلاح اللي ساكن في الصحراء، كلفت يعقوب 20 سنة بكاء وحزن. ليه يا احبائي؟ عشان ده كله اسمه ايه؟ اسمه لست تعلم الان ما انا فاعل، لكن سوف تعلم فيما بعد. دقيقتين بس فضلي واحكي لكم عن قصة يشوع ابن نون وهزيمته امام مدينة عاي. يشوع ابن نون تلميذ موسى، وبعدين ما فيش بلد كانت تهزم يشوع ابدا، كل ما يدخل في حرب كان لازم يغلب.
يفاجأ أنه دخل في حرب مع مدينة اسمها عاي، وكان الصغنطوطة صغيرة كده تاخدش معاه غلوة، لكن اتهزم أمام عاي. وبعدين قاعد يبكي من الصبح لليل، ليه يا رب هزمتنا أمام عاي؟ وليه يا رب الشعوب كانت بتخاف منينا؟ وإزاي نتهزم أمام قرية صغيرة زي كده؟ وربنا قال له: لست تعلم ما أنا فعل الآن. بص يا يشوع، في وسطك حرام يا إسرائيل، في وسط الجيش في واحد عامل حرام لازم تطلعه، وإذا ما طلعتوش مش هتغلب أبدا في أي حرب. ويفتش وروح في الجيش يقول: مين العامل حرام؟ يا جماعة هزمنا. لحد ما يلقى واحد اسمه عاخان كان حرامي وسارق، قال له: ليه عملت فينا كده؟ كدرتنا وهزمتنا وخليت أخواتك يموتوا في الجيش. فطلع عاخان من الجيش وطلع معاه الحرام. أتاري تاني لعبة أتاري اهي، أتاري إنه يشوع هيدخل في حرب ضد ثلاثة شعوب مع بعض، هيتحالفوا معاه ضد مع بعض ضد يشوع. حرب ما فيش يعني اثنين ثلاثة إنه لازم يتهزم يشوع، لكن هنا يشوع لازم يتمم على الجيش. فراح أقول لهم: يا جماعة اعملوا معروف، مش عايز حرام في وسطك يا إسرائيل. اللي عامل حرام يطلع، احنا داخلين في معركة صعبة جدا، من فضلكم تمم على الجيش ما فيش أي حرام. فربنا قال له: خلاص كده ما فيش حرام، اعرف انك انت هتغلب. اغلب ازاي يا رب؟ ده الثلاثة شعوب ورا متحالفين ضدي انا وانا ضعيف. قال له: لست تعلم الآن أنا فاعل. لما طلع الحرام، يشوع ماشي بجيشه عشان يمشي الحرب، أتاري الثلاثة شعوب دول اتفتنوا في بعض ووقعوا في بعض، والثلاثة شعوب دول موتوا بعض. كل الجيش ثلاثة شعوب بتوع الجيش موتوا في بعض وقتلوا بعض، ونزل يشوع أخذ بس الغنائم بتاعتهم وانتصر على الثلاثة شعوب من غير ما يرفع حتى سيف واحد. فهنا علم يشوع وقال له: هنا يا رب عرفت ليه انت هزمتنا أمام عاي، علشان نطلع الحرام، لأن ورانا معركة كبيرة جدا مع ثلاثة شعوب، فإذا ما طلعناش الحرام كنا هنتهزم. ولكن لست تعلم ما أنا فاعل الآن، لكنك سوف تعلم فيما بعد. أحبائي، قد تمر علينا تجارب صعبة وأيام صعبة، لكن مش هنعرف ليه التجارب دي صعبة إلا لما ندخل السماء. على باب السماء كل واحد هيحكي للتاني حكايته ويقول: أنا مريت بتجارب صعبة، أتاري ربنا يعني عد علي الأيام الصعبة عشان أدخل السماء. فإذا كانت الأيام الصعبة دي عشان تدخل السماء أو أدخل السماء، مرحب بالأيام الصعبة. نقول له: رب هنا على الأرض اعمل زي ما أنت عايز، وبأ، مرض، أي حاجة، جيب اللي أنت عايزه، بس اوعى تخلينا يا رب نخسر السماء، إلا السماء. في الأرض اعمل زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز، لكن في السماء دي يعني ما تخليناش نخسر السماء أبدا. لإلهنا كل المجد والإكرام في كنيسته من الآن والأبد، آمين.